حقيقة فخور جدا ان كنت عم ترجع تاني بعد السنين دي كلها. احب اشكر طبعا بنك السي اي بي على دعايته للبطولة الكبيرة زي دي. اشكر طبعا عمرو منسي. البطولة طبعا انا الحمد لله شاركت فيها وكنت محظوظ ان انا اشارك فيها. إن كنت صغير كنت لسه في بداية الكارير بتاعي ما قدرتش اوصل للأدوار النهائية لكن كنت صغير. كان خبرة بالنسبة لي كبيرة جدا ان انا اشارك في مكان عظيم زي ده. يمكن الناس لما بتروح بس الاهرامات تزورها وتتصور هناك ده بالنسبة لهم بيبقى حاجة ابهار. يعني بقى يروح يلعبوا سكواش قدام الاهرامات دي حاجة يمكن ما حصلتش قبل كده. واتمنى ان الجمهور المصري كله يروح يشجع لعيبتنا المصريين عشان هم يستاهلوا الدعم ده كله. دلوقتي بدأنا والله هم وصلوا للقمة يعني خلاص ما فيش انجاز يقدر ان هو يضاف لرنين وعلي. لكن الانجاز اللي احنا بنشتغل عليه الفتره الجايه دي ان هم يحافظوا على المرتبه دي وان هم يفضلوا على مستوى رقم واحد على العالم لاكبر فتره ممكنه. وده الانجاز اللي احنا بنحاول نعمله الفتره الجايه. بجانب نوران حاليا هي رقم 4 على العالم. اتمنى انها تخش بعد رنين او هي ورنين يتبدلوا مع بعض واحد واثنين مع بعض هم الاثنين ورا بعض. وده دي حاجه تحصل طبعا اداره وادي دجله على الدعم الكبير للرياضه عموما والسكواش بالاخص. يعني والله لسه ما عدتهمش بس هم كتير يعني ممكن نتكلم في 10 لعيبه او حاجه من الرجال والسيدات وده رقم مش موجود يمكن على مستوى الانديه في العالم كلها. واتمنى طبعا ان حد منهم يفوز بالبطوله. شكرا.